السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو العرض ديال اليوم عرض جميل جدا للناس الفلاحة الكبار سواء من داخل المغرب ولا خارجه. فيرما 260 هكتار، النوع ديال المكنات واحد 15 كيلومتر، فيها 3 ديال الفيلات تبارك الله الضخامات، فيها 3 ديال لي باصا، 1,400,000 متر كيوب، 1,400,000 طن، فيها فريغو 10 لي شومبر 3,000 طن، فيها فران ديال البرقوق، شجر ما خدامش، كاين شويه ديال الزيتون. اللي تواصل معنا واستفسار مرحبا بكم على 0661 24 98 72. ما تزبطوش لنا لقاء بعد الفاصل، غادي نديروا بكم دوره ارض جو. هذه الفيلا الكبيره كما كتلاحظوا، فيلا غزاله تبارك الله، مبنيه على واحد 500 متر في كل طابق، كاين ريد شوسي وكاين ليطاج. الجنب ديالها كاين باسا، هو الاكبر سعه في هذه الفيرما اللي السعه ديالو 400,000 طن. بحر من الخيرات تبارك الله، بحيره اصطناعيه. هذا الباسا رقم واحد، الطاقه الاستيعابيه ديالو 400,000 طن، ولاصقه فيه فيلا ضخمه كما كتلاحظوها على اليمين في القنت، فيلا مبنيه على مستويين 500 متر في كل طابق. المساحه ديال الفيرما 260 هكتار، قريبه لمدينه مكناس بواحد 15 كيلومتر. عندها مجموعه من الابار، وتيتم زويدها بالماء ديال الري من واحد الواد كاين في الجانب ديالها، ومسجله في البرنامج ديال الري اللي كيوصل دابا لمدينه مكناس اللي جاي من السد اللي حدا فاس. دونك الفيرما تبارك الله ضخمه وجميله، 3 ديال الفيلات بمعنى الكلمة. الفيلا الثانية، الفيلا نساليكم الجوانب ديالها تاخذوا فكرة، ما تحناش أننا نشوفوا الداخل، مي نظرة من برا كافية. اللي بغى الفيرما راه تيقلب على الأرض. ألور القيمة ديال هاد الفيرما، لأن كان الثمن المطلوب دابا حاليا للبيع ديال المليار، كاين الفريغو في 10 ديال الشومبر القيمة ديالو بوحديتو مليار ونص، كاين الفران المليار ديالو 500 مليون، كاين لي باص لا فالور ديالهم 2 مليار. هادشي هو الكوطة باش تمت المعايرة ديال الأثمنة ديال هاد المنشآت، وكاين الفيلات بثلاثة بهم قيمة ديالهم تقريبا مليار. إلا جا الإنسان يجمع هاد الحسابات كاملة ويقسم على الأرض 260 هكتار، بحال كيدي الترام فابور بكل صراحة. دونك كاين اتولي ديال لا ميكانيك سي نورمال، كاين اتولي ديال النجاره، خلاص كاين الماتيريال، كاين لي تراكتور 8، كاين لي بغوايور، كاين لي زاتوميزور، كاين تبارك الله خلاص كلارك. الو هنايا اللي امامكم كما كتلاحظوا هذه الفيلا الثانيه، فيلا جميله طبعا، راه فيها 3 الفيلات من اجمل الفيلل في المنطقه. ألور هادي راه مزودة بواحد المسبح، فيها إن بيسين، والمساحة ديالها حوالي واحد 600 متر في ليطاج. هادي نظرة إجمالية على الشكل ديالها تبارك الله، فيلات روعة، راهم مجهزين بالكامل، شي حاجة طوب تبارك الله. ألور على اليمين تتشوفوا هنايا كاين لابيسين، دونك كاين الأكسي لابيسين، كاين لونطري برانسيبال ديال الفيلا، يعني تبارك الله روعة في الجمال، قبة، قرمود. والطبيعة جمالية من عند الله، طابلو بانوراميك. كنصورو الفيلا كتبان بحال داكشي ديال التصوير ديال الطروات ديال الرسوم، دابا التصوير من الجو تيعطيكم نظرة شاملة على الشكل ديال الفيلا وعلى الموقع ديالها في وسط الأرض. الفيلات بثلاثة ديهم راه جاو في وسط الفيرما تبارك الله، دايرين بالطبيعة من جميع الجوانب. ألور هذه الفيلا الثالثة تبارك الله، مبنية على 3 ديال المستويات، هي تقريبا 600 متر في كل طابق تقريبا، وجات هي اللي في الدخلة ديال لافيرم، جميلة جدا تبارك الله. هذا لاتولي ديال لاميكانيك، فيه كيتصلحوا كاع لي تراكتور لي شاريو لي زاتوميزور لي بغوايور، كلشي كاين تبارك الله. دونك اتولي ضخم. هاد الفيرما راه تقريبا كانوا فيها واحد 200 ديال العمال ولا 150، دابا حاليا راها ما خداماش، راه حابس كامل، الشجر راه يابس كامل،
دونك اللي بغى راه خصو يقلع كل شيء ويبدا يزرع على يدو. مي عندنا لي دوسي كومبلي ديال انواع الشجر اللي كان فيها لا رونطابيليتي ديالهم كل شيء تبارك الله كالكولي. كانت فيرما معطاء جدا جدا جدا, كانت عندها انتاجيه ضخمه. وفي الجنب ديالو كاين هنايا هذا اللي كتشوفوا حاليا الفريغو فيه 10 ديال لي شومبر, وكاين لاصق فيه كاين واحد لونيتي ديال ستوكاج, وكاين فران ديال البرقوق الكحل اللي كيعرفوا الناس خلاص حيت كانت فيها اشجار كثيره ديال البرقوق. دونك هنا كان تيتم الجفيف ديالو ويدار في الكارتون وتيتباع. الور 10 ديال لي شومبر في المجموع ديال هاد الارض اللي فيها الفريغو ولينيتي ستوكاج والفران كاينه 10 ديال الهكتارات. الور السعه ديال الفريغو هي 3000 طن, وخلاص الفران ديال الجفيف كاينين 4 ديال الفران. الور هاد الفيرما عندها واحد لا ستاسيون بومباج, محطه ديال الضخ اللي كتوصل القوه ديالها 300 متر كيب في الساعه. ملي كنقولوا 300 متر كيب راه تبارك الله في الساعه راه ما شاء الله راه القوه ديال السكينين ديال 6 كيب. الور كاينين 8 ديال لي تراكتور, كاين واحد ديال الكاتر بيلار دوك المجهدين ديال الشني, كاين لي زاتوميزور كما قلنا 6, كاين لي شاريو 6, كاين لي بغوايور, كاين ان كلارك, وكاين واحد البيلدوزر دي 81. كما قلت لكم بالنسبه لهذه الفيرما تتزود بالماء من جوج ديال المراكز, يا اما من واد اللي دابا قلال فيه الماء, يا اما من الابار. ابار مازال خاصه في الحقيقه الابار لان ما كانوش عبود يعني 100%. دابا حاليا كاين مسجله الفيرما في ذاك البرنامج ديال امداد المياه المضغوط ديال 2024 من سد المندز. الور عندها الترخيص ديال الري من داك الواد اللي قلت لكم, مدى الحياه عندها رخصه مدى الحياه. بالنسبه لي باص كما هضرنا عليهم كاينين 3, السعه الاجماليه ديالهم هي 1,400,000 طن. 1,400,000 طن, راه بحيرات تبارك الله بحيرات اصطناعيه. واحد فيه 400,000 هو هذا اللي شفنا الكبير الضخم, وكاين الثاني فيه 325, وكاين الثالث فيه 375. هذاك الاول ديال 400,000 عنده مضخه البومبا ديال الضخ ديالها فيها 200 متر كوب الساعه. هذاك الثاني نقولوا حنا عليه بي فيه 5 ديال لي زكتار ضخم تبارك الله, 3,250,000 متر مكعب, وفيه بومبا ديال 200 متر مكعب الساعة. الباسان الثالث نقولوا السي فيه 10 ديال زكتار, لا كاباسيتي ديالو 3,750,000 متر مكعب, اي 375 طن ديال الماء, وعنده واحد البومبا ديال ضخ فيها القوة ديالها 300 متر كوب. هاد الفيرما كانت تبارك الله كلها مغروسة بالخوخ الشهدية. متابعينا الكرام مرة أخرى تنقول لكم أهلا وسهلا بكم على وكالتكم العقارية أجوس إيموبيليا الرضا, في عرض جميل جدا اللي هما شفتوه سريناكم فيه مزيان تبارك الله. نذكركم بالمعلومات باش نساليو الفيديو ديالنا. فيرما من أضخم الفيرمات بمدينة مكناس, 260 هكتار مجهزة بثلاثة ديال الفيلات إن لم يكونوا ثلاثة القصور تبارك الله الضخامة والعظمة. عندها ثلاثة ديال لي باص ماشي دي باص, بحيرات فوق الأرض, بحيرات من الخيرات. الور السعة ديالهم كاينة 400,000 طن, كاينة 375,000 طن, كاينة 325,000 طن, كل وحدة بالبومبا ديالها ما كاين غير 400 متر كيب الساعة, ما كاين غير 300 متر كيب الساعة. الور عندها فريغو فيه 10 ديال لي شومبر, السعه ديالو 3,000 طن, كاين وحده ديال 5 ديال الوحدات ديال جفيف البرقوق, كاين وحده ديال التغليف ديال البرقوق لا ميزون كارتون ولا لا ميزون دومبالاج, كاين اتولي ديال لا ميكانيك, كاين اتولي ديال النجاره, كاين الماتيريال تراكتورات لعلك لا تخمم. الثمن ديال المليار والله رخيصه جدا. الى حيت الثمن ديال هذه المنشات عندي لي فالور ديالهم استيمي من طرف دي زيكسبير بروفيسيونيل في المغرب, الى حيتهم كتودي الارض فابور. الور الثمن
قابل للنقاش، أقول وأكرر قابل للنقاش للتواصل معنا والاستفسار ولا شي زيارة، مرحبا بك على 0661 24 98 72. دمتم بخير وإلى اللقاء.